نحمد الله على استكمال بناء المؤسسات الدستورية، وها نحن اليوم نشهد إطارات شابة كفأة نظيفة اليد معنا اليوم في هذا المجلس الموقر. نحمد الله على عودة مكانة الدبلوماسية الجزائرية عربيا ودوليا. نحمد الله أننا لم نلجأ إلى الاستدانة الخارجية. الحمد لله على لحمة الشعب الجزائري بالرغم من المؤامرات الخارجية. الحمد لله أن لدينا وزيرا أول ذو كفاءة وأخلاق عالية يحترم النواب ويشاركهم، وهو ما أكده السيد رئيس الجمهورية في تجديد ثقتي فيه، ونحن له بكل ما نملك بإعانته إن شاء الله على استكمال المسار الديمقراطي والمسار بناء المؤسسات بجزائر جديدة.